كثير من يعني في كل حقول يعني من دبلوماسيين ورجال اعمال وفنانين تشكيليين وكذا. الى طنجه فهو فعلا يعني 61 الى 64 عشت في طنجه ودرست في ليسيريو، يعني اول مره شفت طلبه او تلاميذ فرنسيين قبل في تونس. لم اكن ارى الفرنسيين الا من خلال العسكر والبوليس والشرطه، الان كانوا اصبحوا زملائي وحسب اهتمامهم. الواقع ان الموضوع نتحدث عن موضوع الاعلام، يبدو كاننا سنتحدث عن امر مستقل او عن قضيه مستقله، لكن في الحقيقه هي قضيه لا بد ان تتداخل فيها السياسه، ولا بد ان تتداخل فيها الثقافه، ولا بد ان تتداخل فيها ايضا الجغرافيا والجيوستراتيجيه. سعيد بالنيابة عنه في تقديم بعض الأفكار والطروحات التي تبناها الدكتور مصطفى بوسمينة ودافع عنها في عدة لقاءات أكاديمية. يعني في ظل الأزمات وكل الدول انكمشت على نفسها وكانت تبحث عن ذاتها، ونحن كان لنا غير كالغيرة على البعد المغربي وليس للمزايدة، وإنما كان حقيقة لأننا كان عفوا أن هذه الدول كانت في أزمة حقيقية، وأن هذه الإنذار يعني حتى الدول العظمى كلها انكمشت على نفسها لأنها تدافع عن نفسها، لأن ما بقاش فيه إنسان يعني هذا الشيء كان جد مكلف. مد اليد من طرف عاهل البلاد يعني في خطاب مباشر إلى فتح الحدود، سنلاحظ الانتقال من لا حديث مع الطرف الآخر إلى الاستقبال الملكي في 93، إلى الوطن الغفور الرحيم، إلى مبادرات متتالية وصلت إلى الحكم الذاتي، إلى درجة كتب أحدهم ذات مرة بعد الحكم الذاتي إلى الانفصال. بالمقابل نلاحظ نوع من الجمود. فكما تتبعنا شهيد طنجة بالأمس واليوم حدثان هامان تمثلا في إحداث فرع جهوي للفدرالية المغربية لنشر الصحف، ما سيعزز لبنات الإعلام بالمغرب وتعزيز الدور الذي يقوم به كقاطرة للتنمية، لأنكم تعلمون بأن فبالإعلام نستطيع أن نحقق الديمقراطية، وبالإعلام نستطيع أن نحقق التنمية الثقافية، وبالإعلام أيضا نستطيع أن نهض بالمجتمع المغربي إلى أكبر التحديات. والحدث الثاني هو ما شهدناه هذه الصبيحة والذي تمثل في عقد هذه الندوة حول المتوسط وتحديات المستقبل، وضرورة بناء المحيط الاقتصادي المندمج الذي سيجمع دول إفريقيا وكذلك الدول الأوروبية عبر المغرب الكبير. فالعالم يشهد تحول كبير كما تعلمون، سواء في آسيا أو في أمريكا الشمالية وحتى في أوروبا، وبأن على إفريقيا أن لا تتخلف على هذا الركب، لأننا سنصبح عرضة للتدخلات الأجنبية كما نلاحظ ذلك مثلا فيما يخص الصين في إفريقيا أو مؤخرا لتركيا في إفريقيا إلى غير ذلك، بينما أن إفريقيا عليها أن تستند إلى طاقتها، إلى عنصرها البشري، إلى ما تحتويه على موارد هامة في كل المجالات، وبإمكانها بالاستناد إلى هذه الموارد أن ترفع التحديات وأن تحقق للأجيال الصاعدة والأجيال المقبلة تنمية مستدامة ستعود على كل الأجيال بالرخاء، وكذلك ستكون في مستوى تهيئة الظروف الملائمة لبناء إفريقيا جديدة والمساهمة في رسم معالم عالم جديد، وهذا ما تنتظر منا الأجيال. كان هناك استخلاص أو استنتاج بأنه لا يمكن الفصل مطلقا بين البعد الإعلامي والبعد السياسي والبعد الثقافي والبعد الاقتصادي، بمعنى أن جميع الدول كيفما كانت
يعني درجة تقدمها في الفعل الديمقراطي أو في الممارسة السياسية وفي كذلك العافية الاقتصادية، فإن الإعلام يقف عند نقط معينة، نقط حمر ترتبط بالمصالح. شكرا. أنا كرمت كما قلت في كلمة مقتضبة، أنني أشعر بفخر كبير لأنني مكرم ليس فقط في مدينة طنجة بل بحضور صحفيين من العيون ومن المغرب الشرقي ومن جهات المغرب كله، فكان أعتبره تكريم وطني. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.